فصائل المعارضة تفشل محاولة تقدم للنظام في جبل الزاوية، وقصف صاروخي متبادل بين الفصائل والنظام. الخارجية الهولندية تعلن عن خطة لمحاكمة بشار الأسد ونظامه دون المرور بالفيتو الروسي. لليوم الثالث على التوالي، المناطق المحررة تسجل أعداد إصابات بفيروس كورونا تتجاوز 300 حالة. أهلا وسهلا بكم في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. أفاد مراسل حلب اليوم بأن فصائل المعارضة تمكنت من صد محاولة تسلل لقوات النظام على محور حرش بنين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وأوضح المراسل أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في مدينة أريحة وقرية معربليت بريف وبلدة كفرية وطريق إدلب باب الهوى شمال محافظة إدلب. وأضاف مراسلون أن فصائل المعارضة ردت بالمثل واستهدفت مواقع ونقاط للنظام في قريتي الدار الكبيرة والملاجة ومحور المشاريع ومدينة سراقب بريف إدلب. ومعنا عبد الرزاق صبيح مراسلنا من ريف إدلب. عبد الرزاق، ضعنا في صورة آخر التطورات لديك. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. عبد الرزاق، هل تسمعني؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة، إن حالفنا الحظ سنكون معه في خلال هذه النشرة. أعلنت شركة وتد للمحروقات التابعة لهيئة تحرير الشام عن رفع أسعار المحروقات والغاز في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك بعد مرور نحو 10 أيام على تسجيل آخر ارتفاع للأسعار. ووفقا لنشرة أسعار جديدة، فقد ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 70 ليرة تركية إلى 74 ليرة، كما ارتفع سعر لتر المازوت المكرر بدائيا 20 قرشا، والمازوت والبنزين المستورد 30 قرشا تركيا. وبررت وتد الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية. قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك خلال حديث لموقع الإذاعة الألمانية إن بلاده توصلت لطريقة تمكنها من محاكمة رأس النظام بشار الأسد ورموز حكمه في محكمة جرائم الحرب في لاهاي من دون المرور بالفيتو الروسي. شهادات السوريين بحق الضابط لدى نظام الأسد أنور روسلان المحتجز بألمانيا أثارت فيما يبدو جارة هولندا لضرورة محاسبة نظام الأسد وكل رموزه. مشروع هولندي جديد بمساندة دول غربية يهدف لتجاوز الفيتو الروسي باتجاه محاكمة النظام على جرائمه المرتكبة بحق السوريين. وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك قال خلال حديث لموقع الإذاعة الألمانية إن بلاده توصلت لطريقة تمكنها من محاكمة رئيس النظام بشار الأسد ورموز حكمه في محكمة جرائم الحرب في لاهاي من دون المرور بالفيتو الروسي. الخطة الهولندية تستند لاتفاقية مناهضة التعذيب التي كانت سوريا بنظامها الحالي من الموقعين عليها. صدقت سوريا على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بتاريخ 1 تموز من العام 2004، وأصبحت الاتفاقية منذ ذلك الحين جزءا من تشريعها الوطني، علما بأن مواد الاتفاقية المشار إليها لا تتعارض مع مواد وأحكام الدستور. اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تقع ضمن مرجعية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تهدف الاتفاقية إلى منع التعذيب في جميع أنحاء العالم، وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها، ويحظر على الدول الأعضاء إجبار أي إنسان على العودة إلى موطنه إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب. وللتعليق حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف السيد علي رشيد مستشار قانوني من مدينة غازيانتاب التركية.
بداية، ما مدى نجاعة الخطة الهولندية في محاكمة الأسد، خاصة وأنها يعني تكون دون المرور بالفيتو؟ تحية لك وللأخوة المشاهدين جميعا. طبعا أولا قبل كل شيء، سوريا وهولندا هم طرفان في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تسمح للدول الأطراف في حال وجود انتهاكات وعدم الامتثال الدخول في مفاوضات لتسوية النزاع. محكمة العدل الدولية هي أول قبل كل شيء هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. إذا رجعنا بس إلى البند الأول من بنود محكمة العدل الدولية، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء واستشارات بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أحد الأطراف. يعني هذا دليل على أن هولندا اعتبرت النظام السوري هو دولة وليست عصابة مجرمين. إحالة القضية هو اعتراف كامل بالنظام السوري وبأنه دولة وليست عصابة مجرمين. هذه شكوى لا ترقى بأي حال من الأحوال لمطالب الشعب السوري ولضحايا العدالة. هو مجرد ذر الرماد بالعيون وستر عورة الدول التي تسقط عن جرائم النظام السوري. نعم، يعني في ظل كل هذه يعني ما وصفت به هذا القانون، في حال نجاح هولندا بتنفيذ خطتها، ما العقوبات المحتملة التي يمكن فرضها على النظام؟ تمام سيدي، أولا هذه ليست دعوة، هي شكوى وعن انتهاكات النظام السوري، ولا توجد بهذه الشكوى الجرائم التي ارتكبها النظام السوري والانتهاكات الجسيمة التي مر بها الشعب السوري. إذن هي شكوى، هي ذات صيغة معنوية ولا تنظر بالضحايا ولا تنظر بالجرائم التي ارتكبها النظام السوري. وعلى هولندا أن تمر بعدة إجراءات، منها اللقاءات الدبلوماسية مع النظام المجرم، قد تمهد لعودة الدبلوماسية بين هولندا وسوريا. وكلنا يعلم بأن النظام المجرم هو عبارة عن ثعلب سياسي، لذلك قد يجر هولندا إلى مفاوضات طويلة لا نهائية. وإن الأحكام التي تصدرها المحكمة هي كلها غير ذات قيمة وغير ملزمة للدول. لو نفترض أنه صدر حكم على النظام السوري وعلى النظام السوري أن يلتزم بهذا الحكم، نعم سيقول لهم نعم أنا سألتزم، ولكن لا توجد هناك أدوات تنفيذ لهذه الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية. نعم، شكرا لك السيد علي رشيد، مستشار قانوني، كنت معي من مدينة غازيانتاب التركية. وبالعودة لخبرنا حول صد فصائل المعارضة لمحاولة تقدم للنظام على محور جبل الزاوية والقصف الصاروخي المتبادل بين النظام والفصائل، نستضيف مراسلنا عبد الرزاق صبيح. عبد الرزاق، ما هي آخر التطورات في إدلب؟ نعم عبادة، في الواقع أمس صعدت قوات النظام من قصفها على مناطق تخفض التصعيد المنطقة الرابعة شمال غرب سوريا، واستهدفت عدة مناطق بريف إدلب وبريف حلب وريف حما الغربي، حيث تم استهداف كفر عويد وكنصفرة ومعربليت ومدينة أريحة بعدة قذائف. تم استهداف الأماكن السكنية في مدينة أريحة. أيضا قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة طريق إدلب باب الهواء، وتزامن قصفها لهذا الطريق مع مرور رتل لوجستي كان يخرج باتجاه الأراضي التركية. أيضا كان هناك قصف لقوات النظام على قرى قاد وكفر عما في ريف حلب الغربي. أيضا قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين قصفت بالمدفعية الثقيلة قرية قسطون في سهل الغاب بريف حما الغربي. في الواقع عبادة، كان هناك قصف أيضا لفصائل المعارضة، وتم الرد على مصادر النيران وتم استهداف مواقع النظام. نعم عبد الرزاق، هل كان على الجبهات هناك حشودات للنظام أو للفصائل؟ في الواقع بالنسبة لي كان محاولة للتسلل لقوات النظام على محور حرش بنين، أما بالنسبة لي التجمع في الواقع هو تجمع روتيني لقوات النظام والميليشيات التي تساندها. كان قبل فترة وصول للميليشيات الإيرانية على محور سراقب شرقي إدلب، وبينما باقي الجبهات هناك خروقات متكررة ومحاولات للتسلل على أكثر من محور، على محور فليفل ومحور أخرى. نعم، شكرا لك
عبد الرزاق صباح مراسلنا من ريف إدلب. خرجت مظاهرات في عدة مناطق في الشمال السوري المحرر نددت بتصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. تنضم هذه الجموع لتلك الأخرى الغاضبة منددة بالإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون في مظاهرات عمت مناطق سورية عدة طالب فيها الآلاف بمواصلة مقاطعة المنتجات الفرنسية والرد على الإساءة الفرنسية للمقدسات الإسلامية. كانت هذه المظاهرة اليوم بريف حلب الشرقي بمدينة الباب بتنظيم وحضور كافة الفعاليات المدنية والشعبية نصرة لسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. طالبنا من خلال هذه المظاهرة بمقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية في كل الدول العربية والإسلامية، وطالبنا حكام العرب والمسلمين بأن يتخذوا موقفا نصرة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما اتخذت هذه الشعوب اليوم موقفا على مستوى العالم الإسلامي شرقا وغربا. يعبر الأهالي هنا عن غضبهم من نشر الصور المسيئة لرسول الله، يجدون في المظاهرات الشعبية والاحتجاجات السبيل الأقرب للتعبير عنه بما فيها من حرق للأعلام الفرنسية وصور الرئيس ماكرون ورفع لافتات تلخص مدى حبهم للنبي محمد. تعبيرا منا عن نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإننا من هنا لنرسل رسالة إلى العالم أجمع أن أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة حية وهي تنصره، ولن يقف أبدا أي صعلوك كبير أو صغير في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله مؤيد من السماء وهو محبوب من أهل الأرض وهو مؤيد من أهل الأرض كذلك. نحن أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن ما بنقبلك لا بسمار ولا خيط بنعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الحكومات الإسلامية سكتت نحن ما راح نسكت. حكومات إسلامية خافت من القوة اللي عندكم، نحن ما راح نخاف لأنه مستمرين إن شاء الله بالدفاع عن سيدنا محمد. جنة جنة جنة. المناطق المحررة شمال غرب سوريا، مدينة الرقة والجنوب السوري، نقاط شهدت مظاهرات عارمة وجموع بالآلاف، وحدتها العبارات والمطالب والاسم التي انطلقت تحته هذه المظاهرات إلا رسول الله، كلمة صدحت بها الحناجر اليوم من عموم أرجاء سوريا. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، من ريف حلب الشرقي. وفي ذات السياق شهدت مدينة عزاز بريف حلب الشمالي احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي، شارك فيه مدنيون وشخصيات دينية من عدة مناطق سورية. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل، أقيم في هذا المسجد، مسجد عزاز الكبير، مسجد عمر بن الخطاب، حفل المولد النبوي. الحمد لله رب العالمين، احتفلنا لكي تعم الفرحة عامة المسلمين ونكسب في هذه الجلسة المباركة في هذا المولد المبارك الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونكسب الوجوه النيرة الذين شرفونا في هذا الاحتفال. حضر هذا الحفل الكريم المبارك جمع من أهل العلم المبارك من حمص والشام ومن إدلب ومن حلب أهل البلد، وكان هذا حفل يذكرنا ويذكر الناس بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. في هذا اليوم الذي نرى فيه كثيرا من أعداء الإسلام يسيئون للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبفعلهم هذا لم يسيئوا إلا لأنفسهم، ونجد أن العالم الإسلامي قد تجمع واحتشد وقام بمظاهرات عارمة كلها محبة ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جد
نعم، يبدو أن هناك مشكلة في هذا التقرير، تتابعونه في نشرات لاحقة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. العرضات والرقصات الشعبية السورية، إرث ثقافي نجح اللاجئون السوريون في نقله إلى لبنان. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. سجلت شبكة الإنذار المبكر 307 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الشمال السوري المحرر، ليصل عدد الإصابات الكلي إلى 5382 حالة. وأوضحت الشبكة أن 133 شخصا تعافوا من الفيروس، ليبلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المناطق المحررة 2275 حالة. ولم تعلن الشبكة عن أي حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بكورونا. وللتعليق حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف الدكتور محمد وليد تامر، نقيب الأطباء في الشمال السوري. أهلا بك دكتور محمد. في البداية، في ظل هذا الارتفاع بأرقام الإصابات، ما هو مدى جدوى أو ما هو مدى تماسك القطاع الطبي في المناطق المحررة؟ مساء الخير لحلب اليوم ولك وللسادة المشاهدين. طبعا الشمال السوري أو شمال غرب سوريا الآن يشهد انفجار في عدد الحالات بشكل كبير جدا. ما أستطيع أن أقوله لك أن القطاع الصحي يعني منذ فترة لم يعد يستطيع أن يتصدى بشكل حقيقي لعدد الإصابات المرتفع جدا، وهذا الشيء من الأساس تم الحديث عنه أنه لا يوجد استعداد بالقطاع الصحي يستطيع التصدي لحالات بعدد كبير. لكن من لطف الأقدار ومن لطف رب العالمين أن هذه الإصابات في الشمال السوري، يعني أشكال الكورونا الموجودة حاليا هي يعني أعراض خفيفة ولا تتطلب الاستشفاء بشكل كبير. عدد الوفيات حتى الآن 43 حالي، شيء رقم أقل من الرنج العالمي بكثير. طبعا كل النسب اللي عم يتم الحديث عنها اللي ذكرتها حضرتك هي لا تعبر عن الواقع، كونه لا يوجد أي تعاون القطاع الصحي من قبل الناس. الناس يعتبرون الكورونا هي جزء من الكارثة التي ألمت بهم، بالإضافة إلى صعوبة الحياة، إلى الوضع الاقتصادي السيء، إلى الوضع الأمني، الخيام، غيره. فالتعامل مع الكورونا أصبح منخفض نوعا ما، أو الوعي تجاهها منخفض نوعا ما، أو لا مبالاة إذا بدنا نسميها بشكل صحيح. القطاع الطبي الآن يتعامل مع الحالات الحرجة فقط، لا يوجد أي تخطيط للتعامل مع أعداد كبيرة جدا، ودور العزل لا تكفي للحالات التي يتم تشخيصها، فما بالك بالحالات التي ما زالت باقية خارج نطاق منظور القطاع الصحي حاليا. نعم، شكرا لك الدكتور محمد وليد تامر، نقيب الأطباء في الشمال السوري المحرر. أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة الباسوطة بريف عفرين شمال محافظة حلب. وأوضح الدفاع المدني أن فرقة نقلت الجثتين للمشفى ليتم التعرف عليهما وأسعفت المصابين، فيما عملت على تفقد المكان لتأمين سلامة المدنيين. وسبق أن قضى مدنيان وأصيب آخرون بانفجار دراجة نارية مفخخة على طريق جنديرس عفرين بريف حلب الشمالي. وفي دمشق أيضا كان هناك، نعم، تداولت مواقع وصفحات موالية صورا تظهر مسنا في مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة النظام، وقد تعرض للاعتداء والضرب وهو على ما يسمى بدور الخبز.
وأثارت الحادثة موجة من الغضب والسخط لدى الأهالي، خصوصا وأنها تأتي بعد أيام قليلة من انتشار صور تظهر العشرات من المدنيين متكدسين ضمن أقفاص حديدية في دمشق بانتظار دورهم للحصول على مادة الخبز، وحينها أطلق رواد التواصل الاجتماعي عليها اسم أقفاص الذل قبل أن تقوم حكومة النظام بإزالتها. أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي البلاد إلى 24 قتيلا و804 مصابين. وأوضحت آفاد أن عمليات البحث والإنقاذ اكتملت في 8 مباني من أصل 17 مبنى متضرر. وأعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه للخسائر البشرية والمادية التي أسفر عنها زلزال مدينة إزمير التركية، مؤكدا استعداد المنظمة الأممية لتقديم المساعدات اللازمة عند الضرورة. سنوات من الاعتقال في سجون النظام تركت أثرها على عبد الرزاق رسام الفسيفساء، حيث عمد لرسم صور العسكريين المشرفين على تعذيبه بعد خروجه من المعتقل. أنا عبد الرزاق الطويل، فنان فسيفساء من قرية معارة حرمة جنوب إدلب. تعلمت هذا الفن في دمشق القديمة عند شاب اسمه خلدون سوتي، بعدين انتقلت من عند خلدون، يعني قعدت عند خلدون فترة، بعدين انتقلت على لبنان وظليت مستمر، ورجعت انتقلت مرة تانية كمان على الأردن وظليت مستمر. نقطة التحول بصراحة بالأردن إنه دخلت المعهد الأول في الشرق الأوسط الفسيفساء بلوحة البتراء، بعدين انتقلت على الشام، فتحت محل بدمشق القديمة، وهاي الفترة انسجنت فترة بداية الثورة، انسجنت 9/2/2012. صورة هاي الجلاد أبو علي هو السجان اللي كان مسؤول عنا وعن تعذيبنا. أنا ما شفته بطريقة الصدفة، وكنت مطمش ومكلبش، فسحبت راسي على الحيط، بس أخذت هيك نظرة بسيطة وضلت معلقة بذاكرتي. في شاب صاحبي رسام أعطيته التفاصيل ورسم لي إياها، ورجعت أنا رجعت طبعتها مرة تانية وكبرتها واشتغلتها في سيفسا مشان تضل. يعني هو نقطة التحول بصراحة أنه أنا ما صار معي عقم وبدي عملية مكلفة جدا بصراحة، يعني وما موجود بسوريا بصراحة، لأنه أنا معي انسداد من مجرى الحماية المنوية وبسبب القتل وهيك، ومعي تهشم بكيس الصفا بهذا السبب يعني. والحمد رب العالمين، يعني رجعت بعد ما طلعت من السجن، يعني رجعت جددت حياتي الحمد لله، ورجعت لموضوع شغلي، وبتمنى يعني أنه نشتغل يعني، وانه اعمل معارض واثبت للعالم انه هاي الفن يعني، وقدم للعالم اللي بقدر يعني، كل شيء بقدر عليه قدمه شغله. وانا بدي اوصل الفكره انه عن الحجر، انه الحجار هي لا شيء بتعطي كل شيء. رغم ما خلفته الحرب في سوريا من مآسٍ في قلوب السوريين، استطاع من لجأ إلى لبنان المحافظة على شيء من الإرث الثقافي لسوريا، وهنا نتكلم عن العرضات والرقصات الشعبية، المزيد في التقرير التالي. يصدح صوت المنشد في الأهازيج في هذا العرس الشعبي المخصص للرجال، والذي اختاره مضيف الحفل أي العريس على هذا النمط الذي اعتاده في سوريا ونقلته العوائل السورية إلى لبنان. فضل أحمد المحافظة على العادات والتقاليد التي يعتبرها إرثاً شعبياً ينبغي توريثه للأجيال رغم اللجوء والاغتراب. أول شيء أنا أحمد الجلخ من حمص، وحبيت جيب العرضة الحمصية كرمال حافظ على التراث الحمصي تبعنا، يعني هاي عن دور جدادنا وجداد، وعن دور أبي وعن دور إخواننا،
وبحب تضل هاي العروضة مشان ما تنتسى بلبنان، بما أنه نحن هلا مغتربين، فبحب يكون عرسي عن العروضة الحمصية. لاقت هذه الاحتفالات الشعبية رواجا في أوساط المجتمع اللبناني، فمنهم من دعا تلك الفرق لإحياء أمسياتهم وأعراسهم، بالإضافة إلى مشاركة العديد منهم في الإنشاد والرقصات. الحمد لله كانت لنا تجارب جدا يعني ممتازة هون بلبنان، عملنا أكثر من مهرجان ببيروت، بطرابلس، بصيدا، إلى الشمال، من الجنوب للشمال، الحمد لله رب العالمين. وكنا الحمد لله يعني في إقبال جدا بالنسبة يعني شوفي كان احتفالات للسياسيين، احتفالات للدولة اللبنانية، كنا الحمد لله انضميت للفرقة لأنه هيدا الشيء نحن كثير بنحبه، والشيء من التراث، تراث حمص وأهل حمص كليتهم نتشرف فيهم عندنا هون بلبنان، وهذا الشيء نحن بنتشرف فيه، وهذه العادات والتقاليد كليتها نحن بنحبها وحبينا أن ننفذها عندنا هون بلبنان لتصير شيء حلو عندنا هون منطقتنا، ويتدرج هذا الشيء أحسن من الأعراس. تتغنى فرقة الرقص الشعبي هذه باللباس التقليدي والحركات المميزة التي تحتاج إتقانا وخبرة لتأديتها، كما يطمح أعضاؤها بعد خبرتهم وشهرتهم هذه إلى يوم يقومون فيه بتقديم العروض في بلدهم الأم سوريا. نحيي بلبنان لأنه إخواننا اللبنانيين كتير بحبوه، ما بيشوفوه إلا بمسلسلات، باب الحارة، بيت جدة يعني، وحبينا نحيي هون، وهذا تراثنا وتراث مدينة حمص. شاركنا هون بالأعراس بعد ما طلعنا من حمص، جينا لهون حبينا نعمل هذا الشيء كرمال انه نحيا هذا التراث، وطلعنا لحماصي لحلبي لحموي لكل البلدان السوريين يلي هون بلبنان اللاجئين، احضرنا اعراس كثير، وللبنانيه كمان هون بلبنان عملنا لهم زفات وعراضات. وتبقى الرقصات والأهازيج الشعبية إرثاً ثقافياً يتناقله السوريون عبر رحلة اللجوء تعبيراً عن تراثهم. من مدينة طرابلس شمال لبنان، نعم العلواني، حلب اليوم. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.